برضو عايز اتكلم مع حضراتكم ان امبارح الحقيقه جاءت اخبار ان موعد جديد للسوبر الافريقي بين الاهلي والرجاء المغربي. لو تفتكروا حضراتكم كده من يومين او من 3 ايام في اول الاسبوع انا قلت لحضراتكم خبر يعني يمكن احنا انفردنا بيه هنا في البيت الكبير لجمهور النادي الاهلي وللجمهور المصري الحقيقه، لان النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بيمثل مصر، بيمثل مصر، وهو كان خبر يعني مهم جدا والناس كلها تناقلته عن البيت الكبير. الحقيقة ان بنسبة 95 او اكتر 95% او اكتر ان مباراة كأس العالم هتؤجل من ديسمبر الى شهر فبراير، وستقام يا اما في الدوحة او في ابو ظبي اذا اليابان ما قدرتش ان هي تنظم البطولة، لان اليابان قالت ان الموعد المناسب ليها هو نهاية شهر ديسمبر أو في من يوم 10 ديسمبر ليوم 20 ديسمبر. أنتوا عارفين اليابانيين بيبقوا يعني دقيقين جدا في كل شيء. فقلت لحضراتكم إن المباراة بنسبة كبيرة جدا هتنقل إلى الدوحة أو إلى أبو ظبي، وبالتالي هيتم تأجيلها إن شاء الله إلى فبراير القادم. ويعني أعتقد إن موعد جديد للسوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء أعتقد إن ده هيبقى دليل على الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم، لأنه الموعد الجديد المقترح هو بعد نهاية كأس العرب المقامة في الدوحة إن شاء الله في الفترة ما بين 9 و 18 أو أعتقد 8 و 18 تنتهي يوم 18-12، وبالتالي كان من المفترض أن كأس العالم هيتلعب من يوم 9 ليوم 18، وبالتالي تم تأجيل كأس العالم إلى شهر فبراير. مباراة السوبر الإفريقي سيتم تأجيلها إلى أعتقد موعد مقترح 24 أو 25 ديسمبر في نهاية هذا العام. النادي الأهلي سيلاقي نادي الرجاء في السوبر الإفريقي، موعد لسه مقترح وليس موعد نهائي، يوم 24 أو 25 ديسمبر 2021 اللي احنا فيها نهاية هذا الموسم. لما نشوف إيه اللي هيحصل كده يبقى احنا الأمور شكلها رايحة زي ما قلت لحضراتكم بالنسبة الأكبر إن كأس العالم يتم تأجيلها إلى شهر فبراير القادم، علشان إن شاء الله إن شاء الله يبقى لسه عندنا الفترة اللي جاية في إيه بقى؟ في كأس العرب في أول 12، عندنا بعديه كأس السوبر الإفريقي، عندنا بعديه كأس الأمم الأفريقية، عندنا بعديه كأس العالم للأندية إن شاء الله في شهر 12 برضو، ده موعد مقترح في شهر 2، يبقى كده 4 بطولات ورا بعض الله يكون في عون، غير مباراتين كل شهر، في شهر 9 مباراتين، شهر 10 مباراتين، شهر 11 مباراتين، ابتداء من 12 تلعب كاس العرب وتلعب السوبر الافريقي، ثم بعد كده تلعب كاس الامم الافريقيه في شهر يناير، ثم تلعب كاس العالم للانديه في شهر فبراير. ولسه تبقى السوبر المصري اما نشوف هيتحدد امتى وبدايه الدوري، في كل هذه الاجنده المزدحمه جدا 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 سواء للمنتخب الوطني او للنادي الاهلي. المنتخب الوطني اجنده مزدحمه جدا والنادي الاهلي اجنده مزدحمه جدا، مش عارفين بصراحه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، لان هتبقى الامور صعبه جدا جدا جدا. والتاجيلات يعني احنا السنه اللي فاتت كنا زعلانين جدا من موضوع التأجيلات المباريات، السنة دي أول ما اتقال إن القرعة هتتعمل يوم الثلاث كان امبارح اتأجلت، فالقرعة كلها ما لقيوش مباراة تأجلوها فأجلوا القرعة كلها. القرعة كلها اتأجلت يعني لغاية لما نشوف بقى هيحصل إيه خلال الفترة اللي جاية. الحاجة اللي اتعملت الجيدة الحقيقة برضو بما إننا بنتكلم على انتقاد لاتحاد كرة القدم، بنتكلم عن حاجة جيدة إن هو قفل إن ما فيش مباريات لغاية يوم 21 سبتمبر. وده كان مهم جدا 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 في ظل حالة الإجهاد الكبيرة جدا لكل اللاعبين في مصر، لأن الفترة الأخيرة كان فيها ضغط مباريات كبير جدا جدا، وكان واضح النهارده على المنتخب الوطني. كان واضح وبشدة على منتخبنا الوطني. أنا متخيل الكابتن حسام البدري بتصريحاته، أنا لسه ما شفتش تصريحات الكابتن حسام، ولكن أنا متأكد إن هو هيقول لك ضغط المباريات وإن ما فيش وقت للتجميع اللاعبين قبل المباريات أو قبل المباريات مباراة تصفيات كأس العالم، فبالتالي هو ده المستوى المهم إن إحنا خدنا 3 نقاط، مش هيقول حاجة غير كده، لأنه هو ده اللي قدامنا وهو ده اللي إحنا شايفينه خلال الفترة السابقة، وبالتالي موعد جديد وهو موعد مقترح للسوبر الإفريقي ما بين النادي الأهلي والرجاء المغربي يوم 24 أو 25 ديسمبر المقبل.
ان شاء الله هيكون هذه المباراة ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.